أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم معنا السيدة العظيمة ماجدة المشلب، الشاعرة العراقية، واليوم بصراحة حبينا نحكي عن رحلتها مع الشعر. فخلونا أول شيء نرحب بالسيدة ماجدة. أهلا وسهلا فيك ماجدة. أهلا بك جان، أنا سعيدة أنه ألتقي بك بحلقة خاصة عن الشعر، لأنه إحنا أنا وأنت وكل الشعراء اللي بسوريا والعراق بشكل عام العرب مظلومين وما عندهم فرصة بهذا الوقت المتأزم العصيب أنه يعني يطلعون كشعراء. يعني إحنا طلعنا ببرامج بعيدة عن تماماً عن طموحنا، كنا نتمنى انه انا وياك نلتقي بمهرجانات شعريه، نلقي قصائدنا، نعبر عن هموم شعوبنا، نعبر عن اوطاننا، بس طلعنا مضطرين انه نعبر عن احتجاجنا عن على اللي صار بينا، صار بسوريا والعراق وكل البلدان العربيه اللي هتكت فيها الحقوق تماما بسبب المد الإسلامي المتطرف. نعم، وما أريد أحكي اليوم بالإسلام، خلينا نصير ريلاكس، بس راح نحكي على المثقف إذا تسمح لي. يعني هو المشكلة ست ماجدة إنه يعني الشعراء أمثالنا يعني مثل ما بقولوا هم فقدوا حظهم من وراء الإسلام للأسف الشديد. يعني نفتل نرجع لنفس النقطة للأسف الشديد. يعني لو كان في عنا حرية تعبير أو بأي شكل من الأشكال، يعني كان شفنا وكان مثل ما قلتي يعني كل أسبوع عنا أمسية شعرية، وهذا بالنسبة إلي أنا هذا عالمي وهذا محبتي، يعني وهي الطموح اللي أنا بدي إياه، شاعر يكون ببلدي وأفتل من مدينة لمدينة ألقي قصائدي. وأنا بصراحة أنا لا أحبذ الكتابة غير عن الحب، يعني عن الغرام بصراحة. يعني أنا أمنيتي كانت، ولكن للأسف الشديد شايف الوضع، يعني لا المعارضة رضيانة عنا ولا الأنظمة رضيانة عنا، ف احنا مرفوضين من كل النواحي. للأسف الشديد. ومثل ما قلتي أنت بالفعل طموحنا، يعني وطموح أنا طموحي أكون شاعر ببلدي، ومثل ما قلت من مدينة لمدينة سيم سياسة شعرية. لكن يا جان، شرف إلنا، شرف إلنا انه احنا ما بعنا الكلمة، وانه انت متغرب بسبب الكلمة، وانه انت فقدت الكثير من الحظ في الظهور كشاعر لصالح الظهور كإنسان لصالح الحقيقة. وأني ظهرت وياك على نفس المبدأ، احنا ما يعني من مؤسف انه يقولون احنا طالبين شهرة في الخروج عن المألوف، بس احنا بالواقع نريد فرصتنا بالحياة كبشر كناس مبدعين. احنا يفترض انه نعبر عن هموم الناس، عن مشاكل العصر بلغة حضارية، بلغة ابداع، هذه مهمتنا يعني. بس لما الاوطان تضيع بسبب افكار دينية متطرفة، بسبب فكر واحد مهيمن علينا وعلى مجتمعاتنا، مهمتنا راح تكون اكبر اعتقد، وبها تضحية كبيرة. أول التضحية أنه نضحي بنفسنا كشعراء ومبدعين، ونقدم نفسنا على أننا مجرد مثقفين. يعني تعرف الثقافة مو دائماً بحاجة إلى الإبداع، يعني المثقف أحياناً يكون عنده حصيلة أفكار ناتجة عن قراءاته يعني واطلاعه وتواصله مع العالم، بس مو بالضرورة يكون مثلنا مبدع يعني شاعر ويقدم أفكاره بطريقة غير اعتيادية أو غير نمطية مثل ما أنا وياك نسوي. بس إحنا لقينا نفسنا بهذا الطريق، نفس المبدأ، لأجل الوطن، لأجل الآخرين، ولكن بدون إبداع. فاليوم فرصة على مود، يعني أنا راح ألقي قصائدي، وإذا أنت عندك استعداد تلقي بعض من قصائدك تكون القعدة حلوة يعني. بس قبلها أنا أريد أتوجه بالانتقاد للمثقف العراقي
أنا ما أعرف عن المثقف السوري والمثقف بالأوطان العربية، لكن أعرف جيداً عن المثقف العراقي. وهنا أنا لازم أحكي عن موضوعين، يعني موضوع أنه المثقف بشكل عام، يعني العراقي بشكل عام، واضطهاد للأنثى أو المرأة المبدعة بشكل خاص. لازم أقول اللي وصل للعراق من تدني ثقافي وتخلف حضاري هو بسبب، قبل كل شيء بسبب موقف المثقف، موقفه من السياسة هو موقف متهاون. طبعاً أنا ما ألومه تماماً على التهاون أو على السلبية، لأن هو من زمان تم يعني إبادته، تمت إبادة المفكرين، تمت إبادة المبدعين، أي شخص مثقف وعنده صوت تمت إبادته في زمن صدام وما تلاه. يعني يمكن أقول لك صدام أبقى على شيء من الوعي عند العراقيين، لكنه اللي تبعوه اللي بعده يعني بعد الاحتلال ما أبقوا على شيء. يعني أستاذ الجامعي ينقتل، الطبيب ينقتل، يعني وصلوا لحد الزبالة اللي يجمع الزبالة ينقتل، ما يردون أي مظهر من مظاهر الحضارة، اللي يبيع ثلج ينقتل، اللي يبيع طماطم مع خيار ينقتل. فأني أعذر المثقف أنه هو ما قدر يكون فاعل بسبب الإبادة. يعني إنسان أمام كلمة واحدة يقتل، فأني كنت معه أنه الإنسان يحافظ على حياته، المثقف يحافظ على حياته قدر الإمكان، لأنه اللي نفقدهم ما قدرنا نعوضهم أبد. لكن في نفس الوقت لازم أقول أنه المثقف العراقي فاسد ثقافياً ومنافق. يعني إذا أنت ما تقدر تغير الواقع، وإذا شفت أنه التيار ضدك تماماً وممكن يقضي عليك، فعلى الأقل لازم تكون شريف يعني مع نفسك، شريف مع أفكارك، تصمت على الأقل، وأن لا تسيء إلى الثقافة. وراح أحكي هنا يعني بشكل خاص هو الإساءة للمرأة. يعني اتحاد الأدباء عندنا، اتحاد الكتاب، المهرجانات، تنظيم المهرجانات، كلها تسيء إلى المرأة. وراح أقول شلون الإساءة تصير. المرأة لا تدعى إلى هذه المهرجانات إلا لأنها أنثى، وتستغل تماماً في هذه المهرجانات. وحتى الإنسانة يعني اللي هي جاية حتى مخلصة لإبداعها، مخلصة لثقافتها، تلاقي وحوش من المثقفين. يعني كل همهم أنه يروحون فنادق مهرجانات، حالهم حال المتدينين، يعني مثل ما المتدين قاعد فاتح فنادق بكربلة والنجف والكاظم على مود يزوج الفتيات الصغيرات زواج متعة، كل ساعتين تلقى نفسها متزوجة بشخص، نفس الشيء المثقف. المثقف أيضا فاتح مهرجان. شنو المهرجان؟ مهرجان هو عبارة عن فنادق، ويلتقون بالنساء و يظلون يضغطون عليهن إلى أن تسقط الأديبة. مو كل الأديبات طبعاً يسقطن، كثير من عندهن تنحن عن حضور المهرجانات. أنا واحدة من الناس اللي رفضت أنه أحضر أو ألتقي مجرد لقاء بأي أديب عراقي، أنه أكون على تواصل بالصحافة، رفضت تماماً أنه أظهر بأي لقاء صحفي يعني في المجلات والجرائد، ورفضت تماماً أنه أكون على الفضائيات. وهذه كلها بسبب فساد البيئة الموجودة، بسبب الهواء الملوث، يعني بسبب السمعة السيئة. الفضائيات لا تحظى بسمعة سيئة، كلها عبارة عن، يعني ببساطة أريد أقول لك إياها، الجو الثقافي هو عبارة عن دعارة مغطاة بالثقافة، وهذا هو سبب ضياعنا. هذا سبب أنه الثقافة بالعراق ما قدرت تصدى للموجة
موجة الإرهاب الكبيرة، موجة الإبادة الثقافية، موجة الموت الفكري أو الاستئصال، خلينا نقول الإقصاء والاستئصال لثقافة الفرد العراقي، القضاء عليها تماماً. خلي أقول بصراحة، الشعراء والأدباء والنقاد كلهم عبارة عن رجال يعني ينتظرون أي امرأة على مود يستدعوها المهرجان، وبعدين تبتدي قعدات الدعارة، والمرأة اللي ترفض يعني مثل ما أنا رفضت، وأكو هواية مثلي نساء رفضن، ما يحضن بحضور، ما يحضن بشهرة، ماكو أي إضاءة عليهن. الناقد ما يكتب مقالة عني، لأنه يعني صراحة، يعني صراحة يقول لي يعني واحد من النقاد ناقد يعني وأستاذ جامعي يقول لي إذا ما تعطيني شيء وما حصل مني شيء، يعني ما حصل، يعني بصراحة شديدة ما حصل جنس، ما أكتب عليه شيء ولا مقالة. وهو كل النساء اللي كتب عليهن يعني حصلهم باللقاءات، حصلهم، فكان يشترط الجنس شرط أساسي في أنه يكتب يعني قلم غير شريف، قلم ملوث. وهذا مو بس هو، الشعراء نفس الشيء، زميلاتهم عبارة يعني عن ضحايا، عبارة عن طرائد، يعني يحاولون يصيدوهن بالمهرجانات. ويؤسفني أنه أنا ما قدرت أسوي أي شيء بسبب هذا الختم، يعني أكو ختم على السمعة. يعني تخيل أنه أنا عندنا فد صرح حضاري، المفروض يعتبر يعني صرح حضاري، وشخص ذو قيمة يعني كبيرة، ما أريد أذكر اسمه حتى لا يرفع علي قضية يعني، بس هو كبير جدا، وإلى تاريخ نضالي في الحزب الشيوعي العراقي. الصور هذا رحت بس أريد يعني، أو حاولت أنه عدة دار نشر، حاولت أنه أنشر عدة، يعني نصحه وزوجي أنه ما أقترب من عدة بسبب سمعته سيئة. مو بس هذه، يعني فشي مؤسف انه الشيوعيين القدماء لما كبروا بالعمر باعوا المبادئ وفتحوا دور نشر، ويبيعون باسعار جدا، يعني يطبعون باسعار جدا غاليه، وبنفس الوقت يمارسون اضطهاد للمراه، يعني يبتزوها، وايضا يطبعون طباعه سيئه ويغتنون على حساب المبتدئين من الشعراء. هذا الجو فاسد، جو يعني ما يلام المتدين لما يعبث بالبلاد، ما يلام المتآمر لما يتآمر، ما يلام العميل، ما يلام أي شخص يعبث في العراق، ما يلام ما دام المثقف لا يحترم المرأة، لا يراها كفكر، إنما يراها كجسد، حال أي متدين. وما استثني احد من هذا، يعني الا شخص واحد قاعد يناضل في سبيل ربط الثوره الانثويه، او خلينا نقول يعني هي تعرف الان بالفامينيزم، نهضه الفكر الانثوي داخل العراق، يحاول انه ربطه ويظهره ب من خلال مقالاته، يربطه بالنهضة الفكر الأنثوي بالعالم كله، جاي يظهر فكر أنثوي مستقل خارج كل الإطارات الذكورية المتعارف عليها. هذا الشخص بدون حتى ما يعرفني، وبدون حتى ما أطبع القصائد مالتي، عثر عليها بالنت وكتب عليها، اسمه ياسين طه حافظ. أكو قلة من اللي كتبوا عني، قلة قليلة جدا من اللي كتبوا عني بضمير وبقلم شريف كم مقالة،
لكن طبعا هذه المقالات تضيع في ضجيج المقالات اللي تنكتب عن الشاعرات اللي عندهن استعداد للبيع، لبيع الكلمة، لبيع الضمير، لبيع أي شيء. فتشوف الصوت الطاغي هو صوت الشعر الرخيص، الشعر الذي يفتقر إلى الصورة الشعرية، الذي يفتقر إلى أبسط القواعد، يعني أو أبسط خلينا نقول الأسس للقصيدة الشعرية الناجحة. الشعر يعاني من كبوة، من لا مو كبوة، الشعر يعاني من نكسة، حالة حال كل الفكر بالعراق. وطبعا أنا أعتبر هذا دليل كبير على أنه اللي يصير بينا، اللي يصير بالعراق، اللي يصير بسوريا، هو بالضبط موازي للمستوى الفكري اللي إحنا وصلنا له. يعني إحنا نستحق بمعنى آخر اللي صار بينا، يعني بالضبط. نعم، للأسف الشديد أختي ماجدة، يعني حال المثقف العراقي حاله كحال كل المثقفين الموجودين في الدول الإسلامية، يعني سوريا لا تختلف، مصر لا تختلف، السعودية لا تختلف المرة، السعودية هي أم الفساد يعني. وهذا المجال مثل ما قلتي يعني صاير، خلينا نروح على الأغنية والمطربين. يعني كنا نسمع أنه ما في مطربة تطلع إلا يكون مثل ما قلتي يعني مستعدة تتنازل حتى عن جسدها. يعني أحياناً تكون مجبرة، يعني أكو مغنيات يظهرون تظهر بصوتها وكفاءتها، بس لما الشخص يعني صاحب سلطة وسطوة عليها يعني ممكن يدمرها تماماً، يعني توصل حد القتل لما توصل الأمور لهالدرجة. يعني المطربة تلقى نفسها تتنازل عن الكثير، مو بس المطربة، أي فنانة تتنازل عن الكثير. وأعتقد هي تتعرض لنفس التهديد الجسدي الفيزيائي، التهديد بحياتها وبأمنها وبسلامتها وبكل شيء، حتى توصل لمرحلة أنه تتنازل عن جسدها وعن فكرها وعن كل شيء. هو التنازل عن الجسد يأتي في المرحلة الأخيرة، قبله لازم يكون هناك تنازل عن الفكرة واستسلام للعبودية واستسلام لسطوة المتسلطين. بالضبط بالضبط. طب خلينا نبدأ مع الشعر ماجدة. نعم. كم ديوان عندك لحد هلا؟ يعني كم قصيدة، كم ديوان إذا بتقدري؟ أنا قسمتهم تقسيمات كبيرة لأنه القصيدة عندي ملحمية، يعني حيل طويلة. فالتقسيمات الكبيرة وفق الفترات الزمنية اللي انكتبت بيها صار عندي 6 مجاميع شعرية، 2 منهم بس منشورات، والاثنين المنشورات مقسمات تقسيم صغير، يعني عدد صغير من القصائد المتوسطة الطول، يعني أكو أطول من عندها. فاللي منشور هسه حالياً 2، وإذا أريد أقسم القصائد على مود تكون يعني سهلة القراءة في كتب، يعني في كتب متوسطة الحجم مهضومة يعني على قولتكم، إذا أريد أقسمها يعني لا تطلع أكثر، ممكن توصل إلى حد 8 مجاميع أو 9 مجاميع شعرية. بس أنا متوقفة مو بس لأسباب مادية، لا أيضا لأنه ماكو مكان لقاء منظم للعراقيين وللعرب للأسف. يعني هذا من ضمن فساد المثقف، أنه ما يعرف شلون يقعد يفكر ويسوي لنا فد رابطة، فد مكان مهرجان لقاء، ملتهين بغرائزهم، ملتهين بعلاقاتهم، ناسين الأوطان، ناسين الشعوب. وللأسف كل اللي موجودين في صناعة قرار، هيك قرارات، هيك نوع من القرارات اللي ممكن تلمنا بغربتنا وتخلينا كلمة وثقل ووزن أمام الأحداث اللي تجري على أوطاننا،
هذا اللي المفروض يصير ما جاي يسووه، وكل اللي دا اشوفه هو عبارة عن مهرجانات دعارة، جريدة للدعارة، قناة للدعارة، كلها دعارة بدعارة، حالها حال المناسبات الدينية عندنا بالعراق أيضا كلها دعارة للأسف. يعني لما تسقط المرأة في عين المجتمع، لما المجتمع يحولها إلى بضاعة، ما أعتقد لا تبقى لا ثقافة ولا فكر. يعني حتى الأجيال القادمة ما راح تكون هناك أم قوية بما يكفي حتى تنشئ جيل واعي ممكن أنه يغير من هذا الواقع المرير. نعم جان، للأسف الشديد ثقافتنا ومثقفينا يعني واضحين ما يعتبروا مثقفين، يعني هو الفاشلين لهم الفرصة، يعني أنه مثقفين السلطة، مثقفين الفلوس، مثقفين الجنس، مثقفين يعني للأسف أنا أسميهم مثقفو الأسرة، مثقفو الأسرة، مثقفين على الأسرة يعني. وأتوجه أحب أتوجه يا جان لكل أديبة، لكل امرأة صاحبة فكر، سواء كانت كبيرة بالعمر أو صغيرة، لا تحاولين توصلين للشهرة عن طريق بيع أفكارك أو مبادئك أو جسدك. لا تتصورين أنه هذه الفورة والشهرة الآنية ممكن راح تصنع منك شاعرة أو تصنع منك خلينا نقول نقطة تحول في تاريخ الشعر. ما راح تصنع منك ظاهرة، ما راح تصنع منك أي علامة تاريخية أو بصمة ممكن أنه يستدلون عليها الباحثين أو يعني مستقبلياً، ما راح يلقون ذاك المستوى الشعري اللي يستحق الدراسة والبحث. لهذا أنا أدعو كل شاعرة وكل أديبة أنه تبحث عن نفسها، أنه ما تتكئ على الرجل، هي تقدر تلقى نفسها بنفسها، هي تقدر تطور نفسها. يعني أنا أعرف حتى شاعرات يلجئن حتى بالحركات وتصحيح اللغة للرجل. يعني ليش؟ يعني النت موجود، قواعد اللغة موجودة، أنت ذكية بما يكفي، المرأة ذكية جداً ودقيقة وتستطيع أن تتفوق على الرجل. فقط هي بحاجة لأن تؤمن بنفسها، فقط هي بحاجة لأن تعرف أنه الشهرة في هذا الزمن السيء هي شهرة سيئة وثمنها فادح، ولا تدل على شرف القلم ولا على شرف المهنة إذا كانت صحفية، وإذا كانت صاحبة فكر أو شاعرة أو أي نوع من يعني الإبداع الفكري والأدبي. كل تأكيد. طيب ماجدة، خلينا نبدأ بأول القصائد تحبي تقولي عليه، شو اللي بتختاري أنت وتحبي تسمعيني إياه؟ خلينا نسمع سوا وننطرب على الشعر بدون جماعة مثقفينا يعني. نعم. أفضل. أنا راح أقرأ من أول مجموعة شعرية لي، كانت اسمها عندما تكتب المومس شعرا. طبعا كل دور النشر رفضت أنها تطبع بهذا الاسم، كل الأدباء نصحوني أغير اسم القصيدة، هي موجودة يعني. طبعا هذا يدل على أنه هم مركزين على موضوع الجنس ومعتبري مثلهم مثل كل المتدينين اللي نقدهم برنامج الجهر بالإلحاد، معتبرين الجنس خطيئة وشيء يجب أن يختبئ، غير مؤمنين بحق الإنسان في التعبير عن نفسه، التعبير الجسدي والتعبير الفكري. هذا مؤسف جدا، لكن أنا أصريت أنه أنشرها للقصيدة. صحيح ما قدرت أطبع الديوان بهذا الاسم لأنه دور النشر ترفض، وأنا ما أقدر أجبرهم يعني، ولازم أوصل القصيدة، كنت مصرة، فخليتها من ضمن الديوان، لكنه بدلتها بقصائد ممطرة.
فهسه راح اقرا لك اجزاء من قصائد ممطرة. قصيدة هي طويلة بعض الشيء. انا لازم اقول انه عندي مشكلة بالذاكرة فترة طويلة من عمري، اخذت نوع من الأدوية اللي تسبب لي شلل بالذاكرة وتسبب لي نسيان شديد، لأنه أنا على ما أذكر كنت بالمتوسطة حافظة تاريخ العراق القديم، يعني السومري يعني الصم، يعني حافظته عن ظهر قلب، يعني ولادة يعني تولي الملك ووفاة الملك، قيام المملكة وسقوط المملكة، الاحتلال، كل تاريخ العراق كنت حافظته، إضافة إلى كمية هائلة من الشعر، من أبيات الشعر العامية والفصحى. وللأسف كلها يعني كلها بديت أفقدها وأنساها. ولاحظت أنه حتى قصائدي اللي هي عزيزة علي وكنت حافظتها وأقراها يعني في أي وقت يطلب مني، يعني قعدات بسيطة يعني بين الأصدقاء، حتى هذه فقدت القدرة على أنه أركز فيها. يعني أقدر أقول أني مصابة بما يشبه بالزهايمر يعني، بس مو بحالات شديدة. لا لا بعيد عنك، يعني بصراحة بصراحة أنا لا أحفظ شيء من قصائد اللي أكتبها، يعني ما أعتقد يا جان إحنا تعبانين، يعني أعتقد يعني من كثر ما يعني تفكيرنا تعب ما قمنا، يعني بالنا مو فاضي بعد حتى نحفظ شعر. بالضبط. هذا طبعا يأثر علينا جدا ويخلينا ما نتطور، يعني ما نوصل بالشعر العربي للمكان اللي نحلم بيها يعني. فإذا تسمح لي راح أقرأ. تفضلي تفضلي. كلتنا أذان صاغية. شكرا لك. أوكي، هذه قصيدة اسمها قصائد ممطرة. أني كتبتها بالضبط بعد ولادة الابني أمان عام 2007. نولد هو يوم 1/1/2007، وأنا قرأتها واني بالنفاس، يعني كتبتها واني بالنفاس. وأكو مقاطع من عدها كنت كاتبتها في اليمن أيضا، ضميتها لهذه القصيدة. إرهاب، أغلقوا النوافذ، أغلقوها واستمروا بإغلاقها إلى ما لا نهاية العروش، حتى تصدأ السنون في أردية الزمان. أغلقوا النوافذ واعلموا أن العواصف قادمة من فروج الصدأ حتما. المقطع الثاني اسمه الوداع الأخير. هذا أجل القطاف، فلا تذكر ثوبي الأحمر، لأني أرقد في السلال العارية الراحلة نحو المدينة. المقطع الثالث العباءة. اغمرني بها، فهي عباءتي حين يشتد البرد، هي صلاتي في بلاد الرمل، هي أغنيتي عندما يلد الشوك ربيعة، هي كل ما عرفته من وطن، كل ما تذوقته من شوق، كل ما حصدته من حب. الرياح. هذه السفن التي يفيض بها المحيط سرقت مني رياحي، سرقت كل الرياح التي كانت تعبث بثوبي. حب. قطعت آخر وريد لرجل يقطر عشقا، رفضت الطعم المالح للشوق وطعم خيانته المر، وجلست باكية أمام زهرية أوردته المجزوزة. راح أقرأ مقطع، يعني أقفز إلى مقطع آخر اسمه الاغتيال. الخلود الذي قصدناه يوما وكان منشغلا عنا بالحديث مع قلقامش
زارني اليوم ممتطيا الليالي الهاربة، يقتطف بقايانا التي نقش عليها المنقبون أسماء جديدة. البكاء، لو كانت صرختي كلمة لكتبتها ولم أذق حبر الليالي، لو كان حبر الليالي يكفي لأدلق صرختي لسددت عين الشمس وعرفنا جميعا المعنى الوحيد لصرخة الوليد. ندوب، لم يعد أصدقائي الراحلون، لم يستفق أصدقائي الملتصقون في الذاكرة، لم أعد كما كنت كل القصيدة. حيرة، هل تذوقت طعم امرأة وحيدة؟ إنها كالشاي خضراء لا تملأ الكأس لشارب، لا تنمو في أصيص. هل شاركتها البكاء على من رحلوا؟ هل سامحتها لأنها جالسة في ظل جدار؟ أنت تأخذني إليك جميعها، خطوط البداية متاهة النهاية، تأخذني إليك لأصبح أسيرة الرحيل. نحن وحيدون نجر ثمار الحصى المثقلة بالدروب، إلى أين أيها المتعبون؟ إلى حيث يرسمون خطوط الرحلة القادمة. الغصن، أشتهي أن أزرعك من جديد، أن لا أقطفك بسذاجة طفلة، أن أملأ عيني بنموك اللذيذ، أن أعلم إني امرأة تعشق غصنا وتتناسى خطوات الغابة المقبلة نحو الشجرة. راح أقطع كثير من هذه القصيدة، يعني أقطع مسافة وأقرأ مقطع اسمه هم. في خيمة بلا أوتاد بلا بيداء بلا جمال تقف بالقرب منها، هناك يلتحفون بالشوق من خلفتهم السفن الذهبية، من لم يرتضوا صحبة الزمن، من آمنوا إن الوطن حيث القمر الذي يمقت الرحيل. رائع، شيء جميل، وصف رائع. أكو قصيدة ماتين اسمها، يعني جزء من قصائد الممطرة اسمها هو. من سبق الآخرين والتهم الصباح؟ من عبث باستقامة الطريق وشكل المتاهة؟ من أمسك باليوم وغير طعم الغد؟ من لاحق الفجر وقبل الأمس قبلة الوداع؟ جميل. التاريخ، هذا الشبح الذي أخاف الناس كانت جسد الدفين في الضريح المقدس، هذه الجموع الهاربة منه كانت الأفواه التي قبلت تراب لامس قدميه. إرهاب، هذا أختتم القصيدة به، طبعا أنا ما قرأتها كلها، هي طويلة شوية. عودة للبداية اللي هو الإرهاب اللي بديتها، شذبوا خيوط القمر، هذا لن يغير حتما استدارته الفضية. طبعا رت أقول إنه البقاء هو للحياة وليس لأي شيء آخر. يا جان، عندي قصيدة عندما تكتب المومس شعرا اللي الكل احتج على اسمها وما رضى يعتبرها قصيدة يعني جديرة بالاحترام. أنا عندن بيهم، يعني عندن بكل الخاضعين للأعراف والتقاليد بشكل جبان، كل اللي ما عندهم قدرات ثورية في الكتابة، كل اللي يصورون أنه الكتابة يجب أن تكون في الظل وأن تكون
مثل ما نقول بصف الحائط جنب الحيط، كل اللي يصورون انه لازم يكونون تحت مظلة التقاليد والأعراف، وهذا شيء مؤسف. أنا أتحداهم وأخرج عن كل هاي الأعراف والتقاليد، لأنه هي سبب بلائنا، هي سبب تأخرنا، وهي مرتبطة بشكل وثيق طبعا بالثقافة الإسلامية. عندما تكتب المومس، المومس شعرا، أنا تخيلت أنه لو منحت المومس الحق في الكتابة، لو أنه المجتمع اعتبرها هي ضحية، لو أن المجتمع اعترف بأخطائه واعترف أنه العهر الموجود به هو وليد لقيم اقتصادية ذكورية هو وضعها، استبدل الحب الطبيعي المفروض اللي المفروض ينوجد بين المرأة والرجل باللذة التجارية العابرة، وهاي طبعا أحد أخطاء الذكورة، السلطة الذكورية الفادحة التي حرفت التاريخ الإنساني وجعلت من المرأة مجرد جسد في كل الحضارات. لا زالت المرأة هي عبارة عن جسد يستهلك حيث يكون الربح. متى كان جسد المرأة مربحاً أصبحت هي خاضعة لشروط جمالية وشكلية تلغي عقلها وتلغي وجودها. هذه القصيدة هي تخيلتها لو كتبت، لو تمكنت المومس أنه تكتب شعر فماذا ستقول؟ نعيد قراءة العنوان يا جان. تفضلي تفضلي. نعم، عندما تكتب المومس شعرا، الصحوة المرعبة، عجنت الأرض ومنحتها لذة الدوران، أهديتها نجمتي والقمر، وعلى جبينها سقيت الشجر، وبصوتها غنيت، أحمليني يا سفائنها على عذب رضابي. طبعا واضح يا جان انه اني استعين بملحمة قلقامش، واحط البغي المقدسة في موضعها اللي هو يعني خلينا نقول قيادة الرجل الذكورة المفرطة او السلطة الذكورية، او خلينا نقول الذكر نفسه مو السلطة، الذكر نفسه قيادتها باتجاه الحضارة والتحضر. كلنا نعرف انه انكيدو كان يعيش في بالاحراش وبين الوحوش، وكانت طريقة انه السير به نحو حضارة أوروك هي استجلاب البغي المقدسة، وأنه يعشقها ويعشق جسدها ويعشق وجودها ويمارس معها، وبعدها تنفر منه الوحوش ويستطيع أن يتحول إلى الطبيعة البشرية. فاعتبرت المرأة هي التي منحت الأرض لذة الدوران، هي اللي منحت الأيام من البهجة، هي اللي يعني هي في أسوأ حالاتها حتى لما تكون مومس اللي المجتمع يحتقرها ويعتبر هي هاي أدنى مرحلة ممكن توصلها المرأة، هي حتى في هذه الحالات المتدنية هي تمنح البهجة ولا تفعل أكثر من ذلك. المقطع الثاني، ليكن للأرض محيا رغيف، وللنجمة طعم القبلة، وللقمر وجه حبيب، وللأشجار ظلها الرحيب، ولي أن أجمع ثمالتها وأخفو حتى طيفي القادم أو صحوة المرعبة. جميل جميل، شكرا يا جان. سذاجة، أتمنى ما أثقلت على المشاهدين وما أثقلت عليك. لا لا بالعكس، مستمتع، أنا مستمتع جدا يعني بصراحة بهالكلمات والوصف الراقي بشكل عجيب. يعني أنا بصراحة
يعني ما بعرف، أتمنى أكون قادر أكتب بهالطريقة هي الجميلة هي. هو الطريقة يا جان واضح انه هي انثوية جدا، يعني مثل ما قال لي احد الشعراء انه هذه القصائد لو اقراها وما حد يقول لي منو كتبها راح احزر انه امرأة كتبتها. سذاجة، بعثرتها كما الخريف يمازح اوراق الشجر، حرمتها ان تحمل اسمي، ابعدتها عن قصائدي، أضعتها ثم وجدتها ثم أضعتها، أطعمتها الخريف ولونه البني وقدرها المحتوم تحت أقدام القادمين إلى الغابة. ما لم أعرف، ما ملكت قلما لأهجو اسمي. طبعا لو المومس عندها قلم وعندها قدرة إنه تتكلم والمجتمع يعطيها، أكيد كان هجت أول شيء هجت المومس، كلمة المومس نعتها بأنه هي شيء متدني في الوقت اللي المجتمع ما يدفع للخادمة، ما يدفع للعاملة نفس المبلغ اللي يدفع للمومس. المرأة تضطر تشتغل بالشغلات اللي يدفع لها الرجل أكثر بسبب الحاجة والعوز، لكن العيب على الرجل اللي يروح هو يدفع فلوس على مود يمارس الرذيلة. هي مجبرة على الرذيلة بس هو ما مجبر، وبيده خيار إنه ينتشلها ويعيشها معززة مكرمة بدل ما يبتذلها ويبتذل جسدها. بإمكانه إنه ينشئ حضارة قائمة على عشق المرأة للرجل والرجل للمرأة. هذه الحضارة ما تسنت لها إنه تقوم أبداً. حتى في كل هاي الحضارة اللي احنا نعيشها لا زال العنف هو السيد، والسيطرة واستغلال الآخرين واستغلال المرأة والطفل هو القائم، هو الظاهرة اللي ما تنكرها حتى الإحصائيات في أفضل الدول المتطورة. لازم نعرف أنه الرقيق الأبيض اللي يمارس اللي يسموه سكس سليفز، يعني الجنس الرقيق، وفق الإحصائيات الرسمية وليس وفق الأشياء اللي خلينا نقول اللي من تحت لتحت، يعني من جوه لجوه. وفق الإحصائيات الرسمية العام 2000 كان عدد الرقيق 30 مليون طفل وامرأة يشتغلون بشكل رسمي ومسجلين ضمن الأفلام الإباحية. طبعا هاي أحد أنواع الرقيق اللي أنا أرفضها تماما. أرفض الأفلام الإباحية، أرفض استغلال المرأة، ما أقدر أعترف وأقول إنه هذه حرية، هذه مو حرية. لو كانت حرية يعني أنا مع طقوس الجنس الجماعي التي كانت تمارس في مكة على جبل عرفة وقرب أساف ونائلة. هذا الحج اللي معروف هسه الحج اللي جرد محمد من كل محتوى وحوله إلى مجرد طوفان وثني، كان سابقا هو طقوس جنس جماعي تمارس حيث ما يعرف بلقاء آدم بحواء وفق الأساطير. وسم يعني هو كان اسمه عرفة، من عرفة آدم حواء، عرفها بمعنى مارس معها الجنس والحب، وكان الحب والجنس اثنيناتهم واحد ما منفصلين عن بعضهم. فهذه الطقوس اللي كان يمارس بها الجنس بشكل جماعي وبشكل مبهج واحتفالي أنا مو ضدها، لكن أنا ضد الاتجار بالجسد، ضد الإباحية، ضد تعذيب المرأة. يعني أشوف المرأة في أوضاع مهينة، أشوفهم يستخدمون كل فتحاتها لمتعة الرجل. من قال هي تستمتع بهذا الأداء؟ من قال إنه هي تستمتع بهذه الممارسات؟ يعني المرأة لا تستطيع أن ترفض للرجل طلب للأسف. وتتصور معظم النساء يتصور أن الخضوع للرجل ورغبته هو جزء من تحضرها. لا، أنا أدعو كل امرأة أنه تحترم جسدها وما تتسبب بأي ألم إله، من ضمن إزالة الشعر.
ادعوها بزو للشعر مزيلة. جان أني أدعو المرأة أنه تقبل بشكلها وتفرض نفس وجودها ونفسها على الرجل. هذا الموجود يعني، والمفروض هو يقبل الشيء الطبيعي. بصراحة أنا معك يعني، ولكن للأسف الشديد الثقافة الإنسانية عبر هالعصور هي يعني صارت مقولة مثل ما يعني المرأة لا. لازم تكون جميلة، لازم تكون ما في شعر، لازم تكون أوكي. جمال مو فد شيء خطأ يعني، أنا مو ضد الجمال، هو بس حتى الجمال صار له معايير خاصة يعني. يعني هلا هي المعايير هذه ذكورية بالضبط يعني، صحيح ذكورية يعني. في أتذكر بالسبعينات إحنا كنا كان من يعني فترة طفولتي كنت أشوف الشباب يعني لابسين تشارلستون ولابسين قلادة قلادة يعني، وفاتحين صدرهم، فكان من ضمن مشاهد الذكورة أو الدليل على الجمال هو وجود الشعر في صدر الرجل. هسه أولادي يعني واحد من عندهم يعني يريد يزيل الشعر، لأن هسه الموديل إنه تبرز العضلة مرساة، وإنه الرجل ما يكون مشعر أبدا. طبعا هم يعني الرجال يزيلون الشعر بطرق غير مؤلمة، لأن الرجل ما يتحمل الألم مثل المرأة. لكن المرأة عندكم أنتوا الشمع زالت، إحنا ابتعدنا عن الموضوع، بس لا بأس يعني، هذا التثقيف يعني أنا أعتبره أهم من القصيدة. إحنا عندنا الثريدينج واي، طريقة الحفافة الخيط، وأنتوا عندكم طريقة الشمع، وأكو طريقة الحلاوة، هذه كلها نحن نسميها عقيدة. عقيدة بجيبوا السكر بسووها بطبخوها. أي إحنا نسميها حلاوة يعني. بالضبط اي طبعا المرأة يعني لو بس الرجل ينتبه شقد اكو دعايات لإزالة الشعر على التلفزيون، ولو بس يعفي المرأة من هذا الألم ويقول لها خلاص انت مثل ما انت يعني قابل بيك. انا احترم الشعب اليمني لانه يقبل المرأة بشعرها ويرفض إزالته. يعني مرة اني مرة يعني شفت جارتي يعني طلبت من عندي انه اعلمها شلون ازاله الشعر بالعراق، علمتها، نقلنا هاي الثقافه لليمن، زوجها اتعارك وياها، قال لها بعد ما اريدش تزينين الشعر لان هذا جزء من جمالك. فاذا هي الموضوع موضوع ثقافه وتقاليد وعادات واعراف. فاني ادعو المراه انه ما تتحمل اي الم مهما يكن، وترفض أنه تكون ضحية، وتكون قوية. هي قوية جداً المرأة، بجسمها قوة يعني ما يقدر يملكها أي رجل، وهي طبيعة بيها، لأن هي مطلوب من عندها ولادة وحمل واهتمام والطفل، وهذا انطاها إمكانيات حيل كبيرة يعني. ولهذا أنا ما أؤمن بالمساواة، أنا أؤمن بأنه الرجل مخلوق كائن والمرأة كائن آخر. هما ممكن يتفاهمون إنسانياً، ممكن أكو حوار إنساني، لكن هم مو نسخة عن بعضهم. الرجل مختلف والمرأة مختلفة. ما أقول يكملون بعضهم، لا. هم يعني أنا أعتبر الإبداع هو التوق للكمال، فكل إنسان يحب يكمل نفسه بنفسه. ما أحب أنه الرجل ينتظر يكمل نفسه بالمرأة، ولا المرأة تكمل نفسها بالرجل. لابد من الاستقلالية، لابد من تذوق طعم الحرية، لابد من أن تكون إنسان قبل أن تكون أي شيء آخر. قبل أن تبحث عن ذكورتك وأنوثة المرأة، كن إنسان. هذا الكلام موجه للمرأة والرجل. نرجع للقصيدة اللي قادتنا يعني. نعم العفو. بالضبط يعني أنا كنت عم بحكي مع زوجتي من كم يوم، قلت لها يلا إذا في عندك جوز كلاب مثلا، واحد ذكر وواحد أنثى، يعني جوز كلاب ذكر وأنثى، بشعورك هل ستفرقين بين الذكر والأنثى؟ يعني الصوت جان ممكن تعيد كلامك؟ تفضل. أكو خلل بالصوت يا جان. آسف ما عم تسمعيني كويس الله هيك؟ أيوه عيد الكلام اللي قلته رجاءً.
أنا كنت عم بقول إنه كنت عم بحكي مع زوجتي من كم يوم، نعم إذا في عندك كلبين، كلب نعم ذكر وكلب أنثى، فشعورك هل يفرق بين هالكلبين هذول؟ هذا كلب وهذا كلب، يعني لن تفرقي نهائيا بين الذكر والأنثى. أنا برأيي يعني الإنسان إن كان ذكر ولا أنثى، يعني شخص بحد ذاته، شخص بحد ذاته بدون أي إنسان، يعني خلص إنسان، بكفي إنسان، يعني إن كان ذكر ولا أنثى، يعني إنسان وبس، له زيادة له للمرأة في الله، بس بقول لك المرأة هي الحياة، يعني بتجيبوا إنه يعربوا الكلمات لصالح الأنثى، يعني الأنثى هي الحياة، كلمة الحياة أنثى يا أخي، طيب وكلمة الرذيلة أنثى وكلمة الجريمة أنثى، يعني مؤنثة، يعني ياخذوها انه بعبارة انه كلمة الحياة مؤنثة، طيب في كثير كلمات سيئة كمان مؤنثة، يعني صحيح، والذكور يعني بيقولوا الجحيم مثلا مذكر بس او هي اللغة الموت، ذكورية، يا يعني اللغة ذكورية، يعني اللغة بالضبط مثل أي شيء آخر بالحياة، إحنا بالضبط حياتنا ذكورية. أنت يا جان مضطهد بالذكورة، يعني أنت كثير من عندك، كثير من داخلك هو يعود لوالدتك اللي أنجبتك. أنت نص من عندك، نص كروموسوماتك هي أنثوية، بالضبط مستحيل تكون ذكري خالص، بس المطلوب منك انه تكون ذكوري بس. والمرأة ايضا عندها نص من الاب، نص من دماغه، نص من افكاره، نص من يعني جيناتها الوراثية، ونص من امها. فهي هو الانسان ذكر وانثى مختلط بنسب معينة يعني، بس من تيجي تفرض عليه ذكورة خالصة وانوثة خالصة تتشوه الانسانية وتوقع بالمطبات اللي احنا هسه واقعين بيها، اللي هي عنف واديان تقهر الانسان وسياسات ظالمه، وكل هذا اتى بسبب اقصاء المراه. المراه لما تدخل الحياه كل شيء يهدأ، كل شيء يكون جميل. يعني اي بيت ذكر هسه، يعني رجل عايش وحده، خلي يشوف بيته شلون، وخلي لما تدخل المراه شلون يصير. صحيح يصير وطن، يصير وطن جميل. ف المرأة هي الجمال، المرأة هي الإنسانية، المرأة هي الحياة، المرأة هي البداية. يعني لازم أقول يا جان إنه كل جنين بطن الأم هو أنثى، إلى أن الشهر الخامس يبدي يتكون الذكر. لهذا السبب كل ذكر بداخله رحم أنثوي ومبايض أنثوية، والأنثى هي الأصل. هو كتاب لدكتورة نوال سعداوي، هو مو مجرد عنوان، لا هو حقيقة علمية مثبتة أنه كل مخلوق، كل كائن بالكون، كل كائن بالكون يبدأ أنثى ثم ينشأ فيما بعد ما يسمى بأعضاء الذكورة، وهذا ما ينفي أنوثته المطلقة يعني الأصلية. نرجع على القصائد، أتمنى أنه ما نكون مملين يعني بالنسبة للمشاهدين. أكيد أكيد فنكمل قصيدة عندما تكتب المومس شعرا. ما لم أعرف، ما ملكت قلما لأهجو اسمي، ما عرفت الحروف ليصحو الكلام، ما علمت إن خريفك زمهرير لأختبئ في قيظ الرمال، ما عرفتك حتى عرفت أضلاعي معنى التهشم على الأوراق اليابسة في الخريف، حتى رفرف قلبي بلا أجنحة، حتى سكنت إلى إخفاءة المتسولين على الطرقات. مقطع القبلة. كانت دمعتي شمسا وكنت أراها لا تغيب، كانت دمعتي دفئا ولعبة طفلة، كانت دمعتي دائرة ملتصقة بقدمي العاريتين الدائرتين في رحاها، كانت دمعتي قبلة. من لم تعرف، أنا أجمل من أن أكون زهرة، أقوى من أن أكون مجرد غصن، أكثر شراهة من أن أتحول إلى جذر أحمق. أنا هنا إن كنت لا تدري، ولست في حدائق الصباح. مقطع الوعد.
أوثقوني إليها قبل أن يشد الرحال. تجاهلتني قوافل الجمال، سكبتني على الرمال كقطرة ماء، حتى نموت في غفلة عنهم، وركضت في شوارعهم، وسكنت منازلهم، وكنت على نوافذهم زهرة حمراء. غيمة بيضاء، هل علمت إذن كيف عدت من دوني؟ وأنهم لم يقطفوني لأجلك، هل علمت أن مخالبهم لامست جسدي، عبثت بأصباحي ومساءاتي؟ هل لمحت الشوك على شفتي، واليرقات على حلمتي؟ تقضم براعم الندية، هل صحوت وكان الوطن غيمة بيضاء، ومضاربهم هي السماء، وأمطاره على حجري كانت فرات؟ انتهت القصيدة يا جان. رائع، ممتاز بصراحة، أهنيك على الكتابة الرائعة اللي تشرح الصدر مثل ما بقوله. نعم يا جان، في أي قصائد تانية بتحب تقريها؟ احنا بعدنا بالقصائد ممطرة، راح أقرأ هاي القصيدة الأخيرة فضل. اللي اسمها أبواب بهاي المجموعة، وأنتقل أقرأ قصيدة أخرى أو مقاطع من قصائد أخرى بالمجموعة الثانية. أبواب، الباب المغلق. هل شهدت البرق يسبق أدمعي، مبشرا ظمئي إني قد بكيت، منذرا حرائقي إني سأمطر؟ حذاري، ستجرفك السيول حتى السهل الأخير، تتلاشى كحجر صغير، ندبة على قصيدة ويهدأ الهدير. طبعا كل قصائد الحب اللي موجودة بمجموعاتي كلها مهدات إلى زوجي، كتبت بي قصائد حب كثيرة جدا لا تنتهي، ولا زلت أكتب حتى بعد طلاقي منه، أنا لا زلت أكتب له، وحتى هذا الإلقاء أهدي إليه. أحبك حين أغلق باب الكون، وأعجن من طين قريتنا كونا جديدا، لا يشتهي لحمي، لا يشرب دمي، ولا يصنع من عظامي أوسمة للقادة الجدد. أحب أقرأ المقطع الأخير من القصيدة اللي هو اسمه الباب المفتوح، عودة على الباب المغلق يعني بالبداية. على الغمام الوثير والفضاء مجلسك، وأنملك غصن من السماء تدلى، يقطر الهوى منه كما المطر، والقلب ضامئ يأكله الطوى. هل أفتح بابي وأعانق الغمام، أم أن الغمام عند بابي هوى؟ هذه مجموعة قصائد ممطرة. ممكن أقرأ قصائد من المجموعة الثانية. تفضلي. راح أقرأ مقاطع من البحث عن سماء زرقاء. قال الغريب: لا تزرعي فهذه الأرض لا تنجب سوى التنهدات. قال الغريب ومضى، ولكن ما قال نبت على أرضي وتنهدت ينبوعا من دموع. المقطع الثاني اللي أحب أقرأ يعني، وأتمنى أنه ما أكون سببت ملل، دا أحكي عن العراق. كف حضنت جرحا، كفان على مهد رضيع، أربع كفوف حول عناق، عشرون كفا تقسم، آلاف كفوف تزرع موتا، ملايين منها بين أصابعها تنساب جدائل دجلة ويبتل الشاطئ برضاب الشهداء. آه.
يعبرون الشواطئ الأخرى حاملين اللآلئ والعشق، يجدفون بالحزن ويشربون الدمع ترياقا. ما ودعوني، لم أرافقهم، كانت مراكبهم ترسو على هالة الأطياف بعيدا عن الآثار التي بعثرتها الريح على صفحات الرمل. العشق يحب الهجرة، يحب الهجرة حين يخضر ينبت فينا ننبت فيه. العشق حين يهاجر يحمل في حقيبته جذورا هي آخر ما نملك، هي آخر ما نملك من وطن ودعنا. هذا المقطع الأخير اللي راح أقرأ من البحث عن سماء زرقاء. ودعتني وحسبتها مزحة، خطوة لها عودة ككل الطرقات الدائرية التي فيها أغوص بلا جدوى، أبحث بين أحجارها عن بحر يموج. حسبت أن الأشجار هذا الشتاء لن تعرى، وأن الورد على شباكي سيزهر. حسبت هذا الليل سهرا طويلا يجهض بإخفاءه. ما أكثر ما حسبت وخطوتي بلا عودة. عودة. هذه عندي قصائد اسمها وثائق أنثوية في محفظة رجل. عندي قصائد يعني كنت أتمنى أقراها بس يعني طويلة وما أريد أحد يمل من البرنامج. أكيد يعني أنا مستمتع بصراحة، وأنا بتمنى من الأصدقاء يكونوا مستمتعين بهالشعر الرائع. يعني أنا كثير شيء جميل، يعني قليل تجدين المثقفين يقولون بهذه الطريقة الجميلة، يعني نعم فيها معاني اللي ممكن توصل أهداف يعني للدماغ المسلم. خلينا نعم هسه راح أقرأ قصيدة حكاية امرأة من الجنوب، لأن هي تمسني جدا. أنا من الجنوب، امرأة وعندي حكاية كثيرة، فراح أقرأ هاي القصيدة كاملة. القرية. الجراد إذ حط الرحال في قريتنا ما أكل الزرع لكنه أكل كل أوراقي. هذه القصيدة كتبتها باليمن ونشرتها باليمن، وبيها مقاطع كتبتها أثناء القصف، قصف العراق أثناء عام 2003. الرحيل. حين كان الحلم تحت جفني يرسم وجهك، تسربت جذور العمر من شقوق منزلي ففرعت فيه كغابة. قطفت أيامها، نثرتها على دروب الناس عندما مرت الجموع بسباقها الأزلي، علقت دون صوت بأرجل الرحيل. المأزق. شيخ على باب الحكمة سار طويلا كي يطرقها، كاد أن يموت جوعا. الآن فقط يحلم بفتات الطيش كي يدمي نصل السيف ويقطع رأس الحكمة. المطر. كل ليلة يفتح الباب ويدخل السياب أضناه الأرق، حاملا غيماته بأكياس ورق. على خديه قطرات المطر وعلى سيماه برق، فيهتز سقف بيتي راعدا. عراق يا عراق. ما أدري أشوفها طويلة يا راح أختار مقطع أخير حتى نحظى بالإصغاء يعني. طيب راح تقولي المقطع الأخير وأنا راح أقرأ قصيدة كان من قصائدي. بصراحة أنا
يعني نزلت على اليوتيوب ورجعت محيتها بسبب بعض المشاكل، واصدقاء انه قالوا لي ليش محيتها، فراح اقرا القصيده كمان انا، وبعدين نشوف التعليقات ونشوف الاتصالات اذا في شيء. نعم. تفضل. راح أقرأ هذا المقطع، هو مقطع جميل وبحكمة. صياد اسم البحر، صياد امتلك البحر يوما، الموج رفيق القارب والسمكة هبة البحر، والريح على الشراع غافية، قولوا للصياد إن البحر يخلف ميعاده، إن البحر يغير. هذا آخر مقطع، أتمنى أنه تكون المقاطع اللي اختارتها عجبتكم أو عجبتك يا جان. أكيد أكيد، شيء جميل، أنا كثير معجب فيهم صراحة، ومثل ما بقولوا استمتعت كثير بهالكلام الجميل المعبر صراحة. يعني ما نتمنى يكون عندنا شعراء أكثر من هيك يعني، ولكن للأسف الشديد مثل ما بتعرفي الشعر الحقيقي غير موجود، لا يهتمون فيه. أنا راح أقرأ قصيدة هي أهواك بلا أسباب، يعني صراحة نزلت على اليوتيوب وما قدرت، يعني شلت لي بعض المشاكل وراح أرجع أنزلها كمان. طول القصيدة: خذي أفكاري وبعثريها حيث تشائين، بعثري جسدي أعثري قلبي، فقد قررت أن أهبك نفسي دون العالمين، ولست أنتظر أن أكون فارسا لأحلامك، ولا أنا بمنتظر أن تكوني لي من العاشقين، ويكفيني أن أكون معك في نفس الزمان وفي نفس المدينة، ويكفيني أن أكون بك من المعجبين. أهواك بعيدا عن كل المعاني، عن كل الطرق المتعارف عليها في الحب، بعيدا عن الأنا أهواك. إن كنت سما فإني أول الشاربين، وإن كنت حورية فإني أول المنتحرين، أما إن كنت جحيما فأنا أول الكافرين. جميل. إن كنت حجرا مصر على الإلحاد حتى بالشعر. نعم تفضل. حجرا إن كنت ثمرا أو في أي شيء تتمثلين، أنا مجنون بك يا مولاتي في زمن يعدم فيه الحب وتجلد في الشوارع أجساد المحبين. جميل. مجنونك أنا، وأفتخر بأني في حبك لقبت بسيد المجانين. مولاتي أنا لا أبالغ، وليس في نيتي أن أستجدي العطف منك، ولكن أنا ذاك الرجل الذي لا تتخيلين. كيف أثبت لك ولائي؟ كيف أثبت لك ولائي؟ كيف أثبت جنوني؟ كم من حجة يا عزيزتي تحتاجين؟ كم من الأدلة الدامغة؟ كم من البراهين؟ لقد خلقت الشمس لأجل عينيك، وجملت القمر بابتسامتك، وألغيت لأجلك يوم الدين، وألغيت كل مراسيم العبادة، وتخليت لك عن عرشي، وصرت لك من العابدين. إن كنت ولية صالحة فأنا أول المريدين، وإن كنت نبية فأنا أول المصدقين، أما إن كنت إلهة فأنا أول الساجدين، وأول المؤمنين، وأول التائبين، وأول المسبحين، وأول الخاشعين، وقبل كل ذلك يا قمري سأكون لملكوتك أول المبشرين. خذي مني جسدي،
خذي أفكاري، خذي كل ما هو أنا حتى ترضين. وحين أموت يا ميسائي، وصيتي أن تشيعيني أنت فقط، فلست بحاجة لحشود المشيعين. ثم قفي على قبري واشهدي بأني كنت في حبك الصادق الأمين، واشهدي بأني كنت ذاك المخلص، وأني ما عرفت الخيانة يوما، فأنت أصدق الشاهدين. أهواك بلا مقابل بلا ثمن، أهواك بلا أسباب، وسعيد يا حلمتي بما علي تتصدقين. جميل، هاي نهايته. تسلمي. هذه عودة للمجتمع الأمومي اللي يقود المرأة. ما هيك. كان الرجل يشعر هكذا، كان الرجل يتكلم بهذا المنطق، كان المجتمع كله يخضع للحب وليس للسلطة. يعني هو ما نسميه خضوع، إنما كان منظم بالحب يعني. نعم. وهو يعني الحب صراحة، يعني القصد من القصيدة إنه الحب هو أبدأ من كل شيء صراحة. طبعا أكيد الحب أبدأ من كل شيء. الحب هو ممكن تعطيه ثقتك الكاملة للحب، لأنه الحب هو أهم شيء في الحياة يعني. أكيد يا جان، الحب هو اللي خلاك تكتب عن وطنك، الحب الأهل بلدك والإنسانية هو اللي يخليك تجازف في حياتك وتطلع ببرنامج للجهر بالإلحاد. الحب هو اللي يخليك مصر بعد كل القسوة اللي قساها عليك وطنك، أنت تتذكر وتتذكر أهل هذا الوطن بالخير، وتقدم كل عصارتك الفكرية على مود تخدمهم. ونفس الشيء هو هذا اللي يحركني، حب البلدي، حب الوطني. الحب هو اللي واقف هسه، الشيء الوحيد اللي واقف ازاء القتل، ازاء العنف، ازاء الكراهية، ازاء كل شيء سيء، كل شيء شرير. الحب هو الوحيد اللي يقاوم كل الأخطار اللي نعتبرها تحيق بالعالم. الحب هو منشأ الإنسان. الإنسان نشأ عن حب، لقاء بين امرأة ورجل، حيمن وبيضة. الحيمن يتسلق بالشوق وبحب ولهفة لكي يكون الحياة مع البيضة، وهذه البيضة تتحول إلى إنسان، والإنسان هذا يكبر ويتوق إنه يلتقي بالجزء الآخر مجدداً. وهو أثناء نموه يكون محاط بحب الأم، بحب الأسرة، بحب أنا أعتبر الحب هو خلاصة وجود المرأة، وهو خلاصة وجود الحياة. وبدونه ما ممكن أي شيء يوجد. ولهذا السبب أنا أعتبر الإله اللي يحرض على القتل هو خارج الحياة وخارج نظامها، ولا يمكن أن يكون موجود، ولا يمكن أن نستمر إحنا بتصديقه. وهذه أحد أسباب وجود برنامج الجهر بالإلحاد. أكيد 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 ست ماجدة، بصراحة يعني الحب هو ما بعرف، أنا كنت أتمنى أنه ما أكون موجود بهالبرنامج، ولا أصلاً يخترع هالبرنامج، ولا حتى أكون كانت أمنيتي أعيش قصائد الحب وبس بصراحة. بعيد عن ندافع عن وجودنا يا جان. بالضبط. نعم، إحنا ندافع عن وجودنا. إحنا إذا ما نسوي هيجي، هذا يعني أنا اكتشفت من خلال تعليقاتي على برامج هواية أنه الصراع مو مجرد صراع فكري، لا، هذا صراع وجود. لو إحنا، لو هم، لو الحب والإنسانية، لو الإسلام. بالضبط. يعني ما أقول أنه ماكو أصولية موجودة يعني في الأديان الأخرى، لكنها لم تعد بهذه الدموية الخطورة، أصبحت يعني تنحت عن تقرير مصير الإنسان، أصبحت ضمن عباداته يعني.
بمكان المناسب، بمكان الأصلي، بمكان يجب أن تكون فيه. يعني مو مثل الإسلام بتدخل بكل شيء كبيرة وصغيرة ومنع الحب، منع شيء اسمه حب. يعني أول يطلع الشيخ يطلع يقول مو ضروري تحب زوجتك، يعني وهو مين بحب زوجته؟ يعني شوف العقلية لوين وصلت للأسف. هو يعبر عن نفسه، هو ما يعرف يحب وما يقدر يحب. وهذول الشيوخ أنا أعتبرهم خارج نطاق التغطية البشرية، يعني مو من البشر، هم أدوات سلطة وما عندهم مشاعر، ما أعتقد عندهم دماغ مبدع أو مفكر. هم محتفظين بقوالب، هاي القوالب جامدة من زمن طويل وقاعد يتاجرون بيها ومستمرين بالمتاجرة. وأتمنى أن الناس تتوقف عن شراء بضاعتهم وتبتذلها وتخليها على قلبهم، خليهم ويعيشون بيها. صراحة ماجدة هذا واجبنا، ولأجل هيك أنا تشجعت، وهذا برنامج جب الصفة. أنا لست مثل ما قلت، أنا حكيت قبل المرة أنه أنا مالي طموح إعلامي وماني إعلامي أصلا، يعني ولا فكرت بيوم الأيام أكون مقدم برنامج بصراحة يعني. لكن خطيت الخطوة هي حتى نخلي تجارة هالشيوخ هي تخف، ونخلي الناس ما تشتري من عندهم. وهذا واجبنا، إنه نصحي الناس يا جماعة لا تشتروا بضاعة المهابيل هذول المشايخ المجرمين، لأنه بضاعة فاسدة وشايفين ضيعت أوطاننا، ضيعت أوطاننا، شايفين نتائجها، يعني نتائجها الحروب التي لا تنتهي. وهن هذا وضعهم الطبيعي، المشايخ مكيفين على الشغلة، يعني وضعهم الطبيعي بين الدماء والأشلاء. مو بس المشايخ يا جان، احنا حكينا ببداية الحلقة انه احنا ما عندنا ثقافة ولا عندنا ما عندنا نخبة مثقفة، ما موجودة. تدري يا جان احنا ما عندنا نخبة، لأن النخبة المفروض إلها فعل. أنا اللي ألاحظ أن النخبة ملتهية يعني في التنافس فيما بينها على النساء، لا أكثر ولا أقل. الفلوس النساء هذا هو يعني مش النساء وحالهم حال السلطة، السلطة هم تدور فلوس النساء. بالضبط. والشيوخ هذول يعني الحالة الثقافية، الحالة الموجودة عليها المجتمع هي أصلا جذورة الفكر الغيبي هذا اللي سوى هالحالة الثقافية، الحالة السياسية. يعني السياسي الدكتاتوري الموجود عنا، يعني إذا بتجي أصول الاندماج بين الفكر الغيبي والسياسة، أصلا الإسلام دين ودولة، يعني فشيء واحد صراحة. يعني كسياسيين ولا هم اللي سووا هل خلينا نقول هالمشهد الثقافي الموجود للأسف، إذا سميناه ثقافي، إذا كان شيء يعني شيء من الثقافة، ولا وهو لازم كله تسمية أخرى. يعني ما بعرف، أنا ما بختار ثقافة، يعني بمعنى كلتشر، يعني هي مجموع العادات والتقاليد والنظم الفكرية والأخلاقية اللي تنظم المجتمع. بالضبط. بس إذا أريد نحكي عن الثقافة بمعناها الآخر، يعني ثقافة أنه تكون أنت ملم ومطلع على أكثر من عالم وأكثر من جانب من الحياة، فهي أعتقد إحنا مثقفنا يعني جدا محدود الفكر، محدود الذهن، ويعني لا تأثير له على الشارع. نعم يا جماعة، لأنه هو بهالحالة هي هو أمي بصراحة، يعني مثقفين أميين، يعني أميين وجهلة. بالضبط. فشو بده يكون هو سعره بسعر ابن الشارع، فشو بده يأثر على ابن الشارع؟ وبالعكس الشارع بيأثر عليه. يعني في كتير مواقف بتلاقي المثقف، يعني مثل ما بقولوا سوق حسب السوق، يعني هو يماشي هالقطيع. نعم، وإذا ماشي القطيع هو من ضمن القطيع وما يحسب على المثقفين. يا جان، ما في أسئلة أو شيء؟ يعني تعليقات أو أسئلة يعني على مود الرتابة. يعني هو أسئلة من عندي ولا من الجمهور؟ لا بالتعليقات، يعني في شيء ممكن ذكره؟
خلينا نقرا كم. انا فتحت اصدقائي، فتحت السكايب وبتمنى اتصالاتكم. طبعا راح اقرا بعض التعليقات اللي جت على اليوتيوب. في الاخ مستر بلاك كمان عم بيقول: اشكرك صديقي جان على الحلقه، رائعه جدا جدا، انت والاستاذه الكريمه عندكم موهبه لا مثيل لها. وشكرا. وشكرا لك مستر بلاك. شكرا لك. في الأخ سال عم بيقول: رائعة رائعة ست ماجدة، أحسنتي بكل هذا الكلام العذب، أرى اليوم جانب آخر من صديقتي الجميلة، لك كل الحب والاحترام. شكرا لك. شكرا. يعني ماكو أسئلة؟ يعني هذه أسئلة ما في بصراحة، يعني أوكي، يعني هو تشجيع، يعني هو تشجيع. أسئلة نحن في يعني ذلك ماجدة، نحن في حلقة خاصة بالشعر، فما نعم. فما أظن إنه راح يكون في أي أسئلة إلا تشجيعية، لأنه أنت صادقة بشعرك، يعني فما حدا راح يجي يقول لك ليش كتبتي هيك وليش ما كتبتي هيك، خصوصا من أصدقائنا بعرفهم. نعم. يعني أصدقائنا جدا محتاجين للشعر يا جان، محتاجين نرجع بشر. إحنا ابتعدنا عن إنسانيتنا هواية، يعني المشاهد اللي جاي نشوفها بسوريا والعراق وكل مكان، يعني أبعدتنا عن 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 لحظة، عن لحظة جميلة يعني نعيشها ويا بيت شعري ويا موسيقى ويا لوحة ويا يعني جان، إحنا يعني بلداننا ما عايشة، يعني أنا أعتبر شعوبنا ميتة. يعني أنا كنت دائما أحرص حتى ما أموت إنه أسمع شعر كل يوم، أرسم كل يوم، أقرأ شعر، يعني أقرأ روايات، أقرأ كتب فكرية، أقرأ دائما، أحاول أكون على اتصال مع العالم. ماجدة بصراحة شعوب ميتة يعني. من فترة سمعت غنية، شو بتقول الغنية؟ يعني شو في مستوى الانحطاط اللي وصلت الأغنية العنة؟ صار كارثة، يعني كارثة الكوارث الأخرى بالضبط. في فالغنية بتقول: الرومانسي ببوس الشفة، أني رومانسي، رومانسي ببوس الشفة، أني رومانسي. بصراحة نسيانها بشيء. يعني أنا أفضل ما تذكرها لأنه ما يستحق أن حتى الذكر. عبارة عن ضجيج وكلام شوارع، كلام اللي بصدقيني. يعني أنا تعجبت، يعني كيف ممكن يطلع مع إنسان هيك؟ أكو أسوأ عندنا إحنا، ساجد عبيد، يعني هذه مطربة المرحلة، يعني وطبعا ساجد عبيد طلعت أفضل من غيرها، يعني هسه بدأ الانحطاط أكثر، الأغاني صارت عبارة عن كلام شوارع، كلام سوقية، وطبعاً هاي تعبر، يعني أنت تعرف الفن والشعر والثقافة كلها تقرأ المستوى الفكري للشعب. بالضبط. فظهر هذا المستوى الفكري لشعوبنا، وأنا أتفق مع أدونيس لما قال حضارتنا حضارة منقرضة. إحنا حضارة منقرضة يا جان، إذا ما نحاول نتخلص من خلينا نقول القيود اللي رابطتنا حضارتنا انقرضت وانتهت، ونحاول ان نلحق بالركب العالمي، احنا حالنا حال الهنود الحمر. يعني اذا الهندي الاحمر ليش انقرض؟ لانه ما قدر يواكب التكنولوجيا، ما قدر يعيش، ما قدر يصير جزء من الحياه، وظل يقاتل بدون توقف، وبالتالي مو بس ظل يقاتل بدون توقف، كان أول المستهلكين للكحول والمخدرات والسجائر. فهاي اللي أطاحت بالهنود الحمر، وأنا دا شفنا إحنا أول يعني المستهلكين للأفلام الإباحية، أول المستهلكين لأسوأ شيء تنتج الحضارة الغربية. الحضارة الغربية مو كل شيء بيها جيد، يعني بيها أشياء جيدة وبيها أشياء سيئة. إحنا العرب أفضل مستهلكين لكل النفايات مالتها.
هذا يعني ضمن المثقفين يعني. أنا لا أعتبر نفسي كعربي، وأنا ضد مسألة العنصرية، إنه العنصر العربي أو العنصر الكردي أو القوميات طبعاً إحنا ضد القوميات، إحنا مع الإنسانية. ولكن يعني أنا الانقراض هو اللي عم يعني بيصير للثقافة العربية، وأنا متأكد باقي الشعوب اللي خضعت للاحتلال الإسلامي منها بلاد الرافدين ولا سوريا ولا مصر ولا ليبيا ولا شمال أفريقيا كلها ستنفض غبار الاحتلال هذا، وتنفض الغبار عن الماضي وترجع من جديد كحضارات مساهمة في الحضارة الإسلامية، وأنا متأكد من هالشيء هذا، ولا عزاء على انقراض الثقافة العربية الصحراوية اللي ما شفنا منها غير الدمار والقتل. ويعني العرب شو ساو؟ انا ماني ضد العنصر العربي، ولكن الثقافة العربية اللي جتنا من الصحراء دمرت حضارات للأسف، وما قدرت تبني على انقاض هالحضارات اي حضارة غير حضارة القتل والتدمير. احنا ميتين، متنا ماتت يعني، حتى اللي يفتخرون بها الحضارة العباسية يعني، اذا تجي من ناحية الفكرية عد البناء يعني المعماري، يعني تطور المعماري اللي حدث بها، اكو تواصل فكري تم في مرحلة من مراحل الدولة الأموية العباسية مع الحضارات الأخرى. اذا تجي تبحث بالناس اللي خلف هذا تلقاهم مو عرب. بالضبط. لا هو اذا بصراحه يعني هلا كان بالشام ولا كان بالبغداد مثلا بما يسمى الحضاره العربيه، وهذا كله كذب ودجل. الحضاره اليوم، الحضاره العربيه المزعومه لازم تكون في ارض العرب. يعني اليوم مثلا الطليان لما قام سود الامبراطوريه الرومانيه بتروح بتشوف الاثار بروما وفي ايطاليا. مثلا الحضاره اليونانيه بتروح بتشوفي اثارها باثينا، بتشوفيها بسالونيكي، بتشوفيها بهالمناطق. الحضاره العربيه اذا بدك تشوفي الحضاره العربيه لازم تشوفيها بمكه والمدينه، منبع الحضاره الاسلاميه اذا في شيء اسمه حضاره اسلاميه. روحي شوفي هناك، ما في شيء غير هالكم بنايه اللي عمروها بعد النفط، يعني الناطحات السحاب اللي سووها بخير النفط بخير الكفار. يعني اللي بيقول لك حضارة عربية إسلامية حضارة مزائفة، حضارة كلها كذب بكذب، استعانوا فيها حتى حضارة النقوش والبنايات وهذه كلها أساسها فارسي ورافدياني ونفس اللي كانت بالمعابد. يعني مثلا أنا أقول لك يعني أخرجنا عن موضوعنا وما أحب نطيل يعني، بس مثلا النجمة والهلال اللي هم معتبريها يحطوها على الجامع هذه كلها كانت آلهة رافدينية يعني، هواية من الوثنيات موجودة بالدين الإسلامي. أنا وعدت يا جان، وعدت أصدقائي على الصفحة أنه ما نحكي بالإلحاد، بس أنا ما وفيت بوعد يعني، آسفة أعتذر، لأنه إحنا حسرتنا على الوقت اللي نضيعه في الحديث عن تاريخ مضى، أسفنا على أنه يعني ساعاتنا تهدر بدل ما نستغلها في الحديث عن الجمال، جمال الروح وجمال الشعر وجمال الفن التشكيلي وكل إنجازات الإنسان الحضارية. للأسف إحنا جاي نستهلك الوقت في الحديث عن قريش وماضي قريش، وأتمنى شعوبنا إذا سوريا وإذا أي مكان خارج الصحراء يطلعون من قريش. قريش لا تمت لنا بصلة، وعلينا أن ننسى تاريخها تماما، وكل بصمتها بالتاريخ يجب أن نمحوها. وأعتذر من جديد لأنه حكينا بالإلحاد، وبالنسبة لي أنا ما عندي المزيد يا جان، إلا إذا أنت تحب تتفضل يعني وتقدم لنا. بصراحة أنا يعني حابب أختم الحلقة، صارنا ساعة ونص في الحلقة عم جمع طول كمان زيادة، فإذا كلمة أخيرة بقوليها بهالمناسبة، بمناسبة الثقافة والشعر وبعيدين عن الإلحاد نسبيا، خلينا نقول
نعم، أنا بس أريد أتوجه للمثقف العراقي. المثقف العراقي إنسان سلبي، إنسان لم يحدد موقفه. أعتقد حان الوقت أنه الإنسان المثقف العراقي يكون يعني واضح جدا، وأعتقد أنه أول خطأ حتى يصحح مساره أنه يحترم وجود المرأة ويحترم وجودها الثقافي والفكري. هذا اللي أترجاه من الجميع، وأنا أعرف هذا الكلام ما راح يعجب أحد، لكن أني أعلن أنه أني مظلومة لسنين طويلة. لم أستطع الخروج بالإبداع اللي عندي نحو المتلقي بسبب محدودية عقول المثقفين العراقيين، وبسبب خضوعهم للسلطة الدينية ونفاقهم وجبنهم. يعني خلينا نقول جبناء، مثقف العراقي مثقف جبان، مثقف يحابي السلطة ويحابي الدين ويحابي رغباته وغرائزه، وما عنده أي فكر جديد. كل اللي عنده هو بعض ما يعرف من سطحيات الفكر العالمي، ما متعمق بيها، وبعيد تماما عن التواصل الحضاري. وإذا ما يغير المثقف، إذا ما يغير نفسه، فما أعتقد يعني راح أكو شيء راح يتغير أو يزحزح عن اللي بيه بالعراق. نعم، شكرا يا جان. أنا بتشكرك أختي ماجدة على هالوقت الطيب اللي أعطيتينا إياه، وأنا أضم صوتي لصوتك وأقول للمثقف السوري نفس ما قلتي للمثقف العراقي. وأظن المثقفين للأسف الشديد عملة نادرة جدا، موجودين ولكن عملة نادرة جدا، المثقفين الحقيقيين عنا ببلادنا للأسف الشديد. توعدينا بحلقة قريبا موضوع معين؟ أكيد أكيد، أحب نحكي عن هواية، أحب نحكي عن المرأة بالإسلام بكل، يعني نتوسع بهذا التفصيل، لأنه هذا هو الأساس. يعني أساس تخلفنا هو تخلف وضع المرأة في الدين الإسلامي وعدم وعيها. يعني هي ما تعي حقوقها ولا تحاول تنتفض، فهذه كارثة لما المرأة تكون خاضعة تماما وما عندها استعداد للتغيير. فما راح يكون عندنا جيل ثوري، ما راح يكون عندنا جيل واعي، وبالتالي ما أعتقد راح ننتقل من، يعني ما راح نترك ورانا 1400 سنة أبدا. يعني نعم بالتأكيد. وأنا على كل حال أنا منتظر وقت تحددي الموعد تبع خلينا نقول محاضرة، بصراحة أنت عندك محاضرات وليست حلقات، فبتمنى تحددي الموعد ونبدأ في سلسلة عن المرأة. بصراحة نعم، يعني أنا أمنيتي إنه أسوي سلسلة معك عن المرأة، فممكن نتكلم فيها ونحدد المواعيد ونشوف التواقيت المناسبة للسلسلة هذه. نعم، أنا على استعداد تام إنه أتكلم وبشكل مستمر، وحتى يعني اثنيناتنا جاية ننسى أنفسنا كشعراء ومبدعين. عسى ولعل إنه نغير ولو شخص واحد، يعني ممكن إنه نغيره ونخليه يوصل ميناء آمن، ميناء فكري آمن، ممكن يأسس لنا ثقافة جديدة ومجتمع جديد. أنا على استعداد دائما يا جان، ووياك على طول الخط، ويا أي برنامج يستضيفني في لأجل التنوير، يعني تنوير العقول وإلقاء الضوء على كل شيء مهمل تعمدا من قبل السلطة الدينية والسياسية. نعم بكل تأكيد، بكل تأكيد ماجدة. أنا بشكرك كثير وبشكر أصدقائي على المتابعة، بشكركم. طبعا بكرة في عنا حلقة مع الدكتور جورج بول عن موضوع الأخلاق، فأتمنى تكونوا موجودين معنا ونستفيد كلنا من
من المواضيع اللي تطرح في البرنامج. شكرا لك نجدة، وشكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا لك جان، وشكرا لجميع المشاهدين. باي باي. شكرا شكرا، باي باي.